إذا أخذنا بعض من سمات شخصيته الخاصة، لأنه له شخصية خاصة وشخصية العامة، نعلم أنه الشيخ أبو اليقظان عاش يتيما أيضا وفقيرا أيضا، لكن الإرادة كانت أقوى، وربما يقدم نموذج حتى الآن يعني العصر الحالي، لأنه ربما كثير من الناس يعتبرون بالمادة، لكن نشوف لدى الشيخ هذه الإرادة وهذه العزيمة وهذا الإطلاع وهذا البحث الحثيث والهدف أيضا اللي كان أسمى رغم تلك الظروف القاسية. يطمح الذي دفعه إلى تكوين شخصيته. نعم. لأنه كما قلت ليس له كفيل وليس له من يساندهم، فلهذا تقوت عنده هذه الغيرة هذه القوة وهذه العصامية، بحيث كان يعتمد على الله ويعتمد على نفسه في كثير من الأمور، وتجلى هذا في طلب العلم، لأن طلب العلم ابتدأ كما قلت في كتن، ثم تحول إلى بني يجن ليكمل به دراسته، ثم يخرج إلى الخارج حتى يتحصل أكثر وأكثر ويعتمد، رغم أنه بقي جرب في التجارة، لأن أخاه الأكبر أرسله إلى باتنا ليتعلم التجارة ككل طبعا كل سكان المنطقة، ولكنه وجد رأى أن التجارة ليست له ليست من خصائصه وليست لا تجيب لرغبته ولا تجيب لعصاميته، فهرب من بطنه ومن رجع من بطنه ليستحق ليكمل تعليمه الى تونس، ثم الى اراد ان يكمل دراسته في المشرق، ولكن فقره واحتياجه ارجعه الى الوطن بعدما مر على السعودية ولبنان ووصل إلى حتى تركيا، ولكنه رجع في آخر الأمر لقلة ما في اليد إلى تونس ثم إلى الجزائر ليكمل مشواره الصحفي والعلمي. نعم هو تقريبا ما سبب يثبت أنه جعل دائما يريد المزيد في التعليم ورحلت. نعم كان ذلك الحافز. كان ذلك الحافز طبعا. نعم نعلم أنه حتى وهو صغير السن وصل إلى الوقاع المقدسة وحج هناك أيضا. لا هذا هو الفكر، كان في طريق كان الحج كان طريق في طريق العلم. نعم في طريق العلم أيضا. انتقل إلى السعودية ليتعلم. نعم. بحيث كان يبيع الحطب في سوق المدينة. نعم. سوق المدينة حتى يختات ثم انتقل من لم يرجع إلى الجزائر، ولكن انتقل إلى الشرق، ثم حتى وصل إلى تركيا، وعندما رجع رأى أن الاحتياج أكبر والتعليم يحتاج إلى مصاريف. نعم ونفقات. رجع إلى 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 وطنه وكمل مشواره العلمي بالتعليم. نعم. صار في تونس كون فيه البعثة العلمية. أول بعثة عام 13 ثم الصحافة، وهو دائما تابع للعلم، ثم وإنشاء المعهد مع الشيخ بيوت، إنشاء المعهد عام 25 معهد الحياة، كل هذا يدخل في طموحه العلمي. نعم أستاذ يحيى، قلت لي فيما سبق أنه ورثت عنه من بين الأشياء التي ورثت عن الشيخ أبي اليقظان رحمة الله عليه حبك واعتزازك بالأرض وارتباطك بالأرض أيضا. طبعا هذا من خصائص الشيخ أبي اليقظان، أنه زيادة على العمل زيادة على العلم على الثقافة على الكتب، كان يعتني كثيرا بالطبيعة، يحب الطبيعة ويذهب كل صباح بعد الفجر إلى حديقته ويعمل في الحديقة ككل السكان النجاب وسكان الصحراء،
لهم غابة صغيرة، احنا نقول الغابة هي بستان، على كل حال بستان متواضع. اولا وقاية من الحر خاصة في الصيف، ثم لقضاء الوقت ومنها الاقتتال، يقتتون به بما لديهم. وهو الذي علمنا مثلا كيف نجني الثمار، وكيف نتسلق النخيل، ثم كيف نجني الكرموس التين والعنب الى ذلك. ولكن دائما هو مثال، ويبدا عمله اولا قبل كل شيء يبدا بالغابات بالبستان، ثم يرجع الى اعماله الاخرى. وكان من حبه للطبيعه والروائح الطيبه كان يلتقط الياسمين ويضعها في شاشه، وكلما تقدم اليه وسلم عليه احد من الاخوان في الطريق يقدم له هذه الكمية من الياسمين ككرم عندهم. نعم، نذكر نكمل كلامنا. هذا هو الذي سبب هذا الحب للطبيعة وحب الغابة وحب الراحة، جعلني أتبع بعد البكالوريا أتبع دراسة الفلاحة، وحتى أصبحت مهندسا فلاحيا مذكر بهذا. نعم، شيء جميل جدا. سنعود إلى بعض تفاصيل أخرى بعد فاصل قصير. أستاذ يحيى وأستاذ بحجان بقوا معنا، والأستاذ كذلك بن عمر. أعزائنا المستمعين، ونحن في برنامج خاص بمناسبة إحياء ذكرى 42 لوفاة الشيخ أبي اليقظان إبراهيم بن عيسى حمدي. أعود مرة أخرى كما بدأت الأستاذ بن عمر بشير بن حمو، لك إضافات أخرى أم يعني المنة؟ نظن يعني مهما نتكلم لأوقات طويلة لساعات طويلة نحتاج إلى دراسات كثيرة للإلمام بهذه الشخصية على قدر عمرها، على قدر تفاصيل الحياة والعمل، كذلك العمل الجاد خاصة. في إضافات أخرى تفاصيل أخرى؟ فيه إضافات. لا. على أساس أنه شخصية أبو اليقظان كما تكلم حافظه الشيخ يحيى وهو صديقنا، وتقريبا أنه كون شخصيته على عدة مبادئ والتزم بها، من بينها مثلا اتخاذه من القلم والكتابة سبيلا وحيد للتعبير والتغيير على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القلم ومواجهة الجهل والجهالة والاستعمار في آن واحد بهذه الطريقة، حمله لهموم العالم الإسلامي بصفة أعم، وما كان يعانيه من الاستعمار والاستثمار الفكري في العالم العربي والإسلامي وفي الجزائر وفي وادي مسيب خاصة. توافقه والمنهج الدعوي الذي انتهجه الشيخ عبد الحميد ابن باديس بصفته كصديق ملازم لرائد الحركة الإصلاحية في قسنطينة وفي الشمال، مع رواد الحركة الإصلاحية بالجنوب مثل الشيخ أبو اليقظان والشيخ بيض رحمهم الله. عنايته المطلقة بالإصلاح الإجتماعي من الداخل ومن في الجزائر ومن خلال نبذ التبعية الاستعمارية، وكانت وجهة التقارب بين الرائدين متماسكة ومتبينة من خلال المشروعات الإعلامية التي تزراني من طرف الشيخ عبد الحميد بن مليس والشيخ أبو اليقظان، ويتبادل التشكرات والتهاني في جريديهما الشهاب ومثلا وادي ميزان. يدعو من خلال هذا المنهج إلى تحرير العقل، ويعتبر الشبل الواحد لاسترجاع الجزائر لسيادتها وعيشتها. ومن أهم الأهداف السامية كذلك أنه انتهج في حركته الدعوية التي تساير تماما من الشعب الحميد ورفقاء دربه أين حل وارتحل. وكذلك تركيزه في من خلال القلم وصحافته على مكافحة الإفات الاجتماعية، مكافحة خرافات والأوهام والسحر، تحرير النفوس من تبعي الأنانية، مفهوم للقائد المصلح أن يكون المصلح يصلح نفسه قبل أن يكون مصلحا للعامة، توافق علماء الإصلاح على النهج التربوي، دور المرشدين والدعاة أن يحدقوا بالدعوة، الاعتماد على الأقلام النيرة والصحافة التي تكون مراكز الهدى وتبلغ رسالة الإسلام
على مستوى العالم الإسلامي. هذه هي تقريبا المحاور الكبرى التي جعلت شخصية أبو اليقظان وشخصية عبد الحميد بن باديس الذي وافقان تماما في الدعوة إلى الإصلاح في الجزائر. إلى درجة أنه أكلت له تسيير المالي بجميع العلماء المسلمين وهذه أكبر ثقة هناك أكبر منها. له يعني هذا في هذا دوره في جمعية العلماء المسلمين من سنة 1931 إلى سنة 1934 للمؤسسين الجمعية كعضو أساسي لمؤسسة جمعية العلماء المسلمين والتي كان في رأسها تحتفل بذكرى المئوي وقد أن الجزائر قد انتهت. فدور عبد الحميد بن باديس والشيخ أبو اليقظان ومن معه من العلماء آنذاك يعني أسقط هذا الحلم المزعج في فرنسا. فكان لدور جمعية العلماء المسلمين هو وحدة اللحمة الاجتماعية للمفكرين الإصلاحيين في كل القطر الوطني وبدأت الحركة الإصلاحية توحيد الكلمة من والعمل أيضا. نعم. وثقته الكاملة أنه في جمعية العلماء المسلمين أسند له مهمة نيابة الأمين المال وكذلك دوره كذلك في دفاع عن قضية القدس وفلسطين. نعم. حنتحول مرة أخرى إلى ولاية غزة وبالكرارة بالذات مع الأستاذ محمد نصر بوحجان اللي هو يدير مؤسسة التراث بالولاية وفي ولاية أخرى أيضا خاصة العاصمة التي انطلقت منها هذه الخطرة وهذا النشاط. وهو كما قلت أستاذ جامعي بجامعة بيتنا في الأدب العربي وملم ومهتم. نذكر من بين الاهتمامات التي دونها عبر كتاب مختارات من مقالات الشيخ أبي اليقظان في جريدة الأمة وهي إحدى الجرائد التي أسسها شيخنا الكريم الأستاذ محمد ناصر بوحجان. مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بارك الله. أستاذ محمد ناصر، قلنا منذ البداية أنه شخصية أبي اليقظان ممزوج فيها العلم والعمل، هل نستطيع أن نختصرها أم بكلمة أخرى هل نستطيع أن نضع أولويات لاهتمامات الشيخ أم أنها كانت الاهتمامات والانشغالات دفعة واحدة بالجزائر وبالوطن العربي والإسلامي خصوصا؟ ثلاثون دقيقة بعد العاشرة ليلا على أمواج الصحافة الجزائرية الشيخ عبد الله رحمه الله. وبما أن الوقت قصير جدا أحاول أن أغتنم فرصة لقراءة بعض النصوص من كلام الشيخ عبد الخضان قد تشيب على بعض ما ترسموه من أسئلة. فطبعا الاهتمام الأول للشيخ عبد الخضان كان لزام الصحافة باعتبار أن الصحافة رآها هي اللسان الحقيقي للأمة خاصة المعاشة في تونس. فرأى آثار الصحافة والإعلام في الحياة الاجتماعية والسياسية الوطنية وتألم كثيرا أن لا يكون الجزائري صوت متميز رغم جهود من سبقه في الميدان. ولهذا أنشأ أو كتب أو نظم قصيدة عنوانها في الصحافة لباس نقرأ بعض أبيات منها حتى نقرأ فيك الشيخ اليقظان من نقله هو. يقول إن الصحافة للشعوب حياة والشعب من غير اللسان موات. فهي اللسان المفسح الذرق الذي ببيانه تتدارك الغايات. وهي الوسيلة للسعادة والهنى وإلى الفضائل والعلى مرقات. فيها إلى الأمم العظيمة ترفع الرايات منها وتبلغ. وحتى يقول هي معرض الأعمال برهان على مقداره بل لها مرآة. وقصيدة طويلة في هذا المجال. وكذلك حتى نقرأ فكر الشيخ أبو اليقظان الذي ينطق وطنية وينطق كذلك هوية. أيضا كتب قصيدة عنوانها يراعي فكاه كان في الدنيا طبيبة. وفعلا نقرأ فيها هذا الحس. والقصيدة نظمها في يعني أوائل حياته تقريبا في العشرينيات من القرن الماضي. يقول مجموعة يقول يراعي كان في الدنيا طبيبا يداوي رأسا يشكو الصداع. ألا فليعلم الأعداء أن نريد لشعبنا حقا مشاعا فإن سلما فنحن لذاك أهل
وإن جدا فإن لنا لباعة حائدة إذا. ثم كذلك على وطنية يقول مثلا وهو يسخر لهؤلاء الذين يعني ينطلقون من منطلقات غير سليمة ثم يقول نحن نحب الوطن والوطنية. طبعا مقال طويل جدا ولكن أقرأ فقرة قصيرة. ماذا يقول؟ يقول يشيدون المراقص فيقولون العمارة الوطن، يفتحون المقامر فيزعمون أنها لإعلاء شأن الوطن، يعلون أو يعلنون على الخمور فينادون أن شجعوا بضائع الوطن، يستحلون أنواع الملاهي والمقاصف فيموهون أن ذلك لتمدن الوطن، ينظمون حفلات الرقص والغناء فيختلط الحبل بالنابل فيعلنون بلا خجل إنما يجمع منها لفائدة المشروع الحيوي الوطني. وليتها لم تسن ولم تتصدق، كأنما الوطن فندق متداعي الشطراني والوطنية فؤوس ومعاول تقتنى لهدمه وقلعه واكتساحه. يعني إلى غير ذلك من يعني النصوص التي تكشف عن شخصية كلها ألم، تتألم للقضاء المتعدية، تتألم الاستعمار الطاغي على البلاد، تتألم لتأخر الدولة الوطن بالشعب والرجال كل ذلك. ولهذا أنا لي يعني محاولة لكشف عن شخصية بالإخضان بعنوان الألم في فكر الشيخ بالإخضان. نعم. هذا الاشتراك الذي عاش به الشيخ حتى في اطلاعنا على بعض النصوص اللي جاءت في الصحافة انه يدعو ايضا هو يعيش به ويدعو ايضا الى الصبر مع الالم، لابد من الصبر. صحيح صحيح. نعم. ولو في هذا المقام يعني مقالة عنوانها في طي المصائب تنبت المشروعات الكبرى، في طي المصائب تنبت المشروعات الكبرى. وله مقال آخر عنوانه الألم يحرك العزائم. كما له أيضا قصيدة عنوانها السجن مجمرة تفرح بها قيم الرجال. كل ذلك يعبر عن الشخصية المتماسكة القوية الثابتة رغم ما تعرضت له من يعني المحن بدم اللتم ثم الفقر ثم النكبات ثم المضايقات ثم المرض، ومع ذلك أعطى يعني نموذجا للرجل الذي يؤمن بالرسالة ويؤمن بالهدف ويؤمن أن التحديات هي منطلقات للعمل الكبير. نعم أستاذ محمد ناصر بوحجان، نعلم أنه هذه المقتطفات كما سمعنا من عندك مقتطفات شعرية، له كتابات أيضا نصرية وله هذه المقالات والإشراف ومتابعة هذه الصحف صحيفة بعد أخرى، لأنه موجة الاستعمار كانت فعلا يعني دافع له لأنه يبقي هذا القلم دائما سائلا، دائما الأفكار تاعو تجري وهذا القلم لا يتوقف. من صحيفة الأخرى من بداية من 1926 حتى قبل الحرب العالمية الثانية 1938. نعم. لكن هي حقبة يعني مليئة، وحتى يعني لقب بعميد الصحافة والإعلام بالجزائر. لكن نجيو مثلا إلى في 1957 لما أصيب بالمرض، رغم ذلك يعني رغم ظروف صحية لكنه لم يتوقف، بل تفرغ للكتابة والتدوين، وأبدا يعني ربما هذه الفترة لزاد فيها العطاء نتاعو. نعم. نحب نذكر كذلك شيء آخر ذكرنا به المستمعين أستاذ بوحجان، حتى أنه الأخذ بالأسباب، لأنه ليست مجرد فكرة التي لديه، إنما الفكرة والعمل بهذه الفكرة وتطبيقها وتنفيذها، على أنه أول مؤسس للمطبعة باللغة العربية بالجزائر أيضا. نعم صحيح. تفضل أستاذ. صحيح. يمكن نضرب مثالين في هذا المجال، يعني التحدي وهذا
وادي نجاب في العاصمة، وكان يحررها في العاصمة الجزائر، يطبعها في تونس، يوزعها في الجزائر، ولم تتخلف أسبوعا واحدا عن الصدور، وصدر منها حوالي 119 عدد. هذا التحدي اللي فعلا لا نجد تخلفا لأي عدد عن يعني موعد صدوره من 1926 إلى 1929، هذا تحدي كبير. ثم التحدي الثاني تحدي المرض، كما ذكرتم بارك الله فيكم أن الشيخ أبو القطان كان عطاؤه النثري خاصة في مجالات التأليف، في الدراسات القرآنية، في الاجتماعيات، في التاريخ، في الأخلاق، في التربية، في كذا، كان بعد أن أصيب بمرض الفالج أو بمرض 57، وفعلا ترك آثارا كبيرة. نرجو أن هذه الآثار أن ترى النور ليستفيد منها الشباب على الخصوص، خاصة أن ميزة الشيخ أبو القطان في هذه المرحلة أنه كتب في أشياء لا نجدها في الكتب، عن العادات والتقاليد، عن النظم الاجتماعية، عن نظام العزابة، عن نظام العشيرة، عن نظام المساجد، عن نظام إم السلطان، طبعا يعرفوا هذه المصطلحات على المنطقة. فهذه فعلا يعني آثار تشفع أو تبين عظمة الرجل الذي عاش يتيما وفقيرا، وعاش أيضا يعني متألما ألما جسديا ولكن مؤثر عليه معنويا، ومتألما من أوضاع الأمة الإسلامية المتردية. لكن نتحدى كل ذلك بهذه العزيمة وهذا الإيمان الكبير بالله سبحانه وتعالى وضرورة تغيير الأوضاع فيما بعد، لأنه كل الجهود العلماء وبما فيهم الشيخ تبلورت أكيد في العقود اللاحقة من أجل تحرير الوطن. أستاذ بحجم نبقى معك لأنه هي يعني صدقني أنا سعيدة جدا لهذه المشاركة الطيبة في هذا البرنامج منك. الآن نعلم أنه كان فيه ملتقى في الذكرى 40 في 2013 بالعاصمة عن ذكرى وفاة الشيخ أبي القطان، كان هناك ملتقيات سابقة. الآن وانطلاقا من اهتمام أبي القطان بشريحة الشباب في كتاباته وفي اهتماماته، هل من قراءة جديدة؟ كيف تعمل أنتم كمؤسسات، مؤسسة التراث أو مؤسسة أبي القطان لتشرف عليها العائلة، وحتى نذكر فيها موقع يشرف عليه ابنه السيد محمد، موقع إلكتروني حتى ينتشر هذا الفكر ونعمل عليه ونأخذ ربما قاعدة لانطلاقة أخرى لنهضة أخرى عندنا؟ صح، شكرا على هذا السؤال، وربما بيت القصيدة وكله في هذا السؤال بالنسبة لهذه الندوة. حقيقة الإجابة على السؤال يتطلب منا يعني وفاء لمن علماء المجاهدين، نذكر أستاذ الدكتور محمد بن صالح ناصر الذي كان له الفضل الكبير في إبراز شخصية الشيخ أبي القطان بالبحث عن تراثه في كل زاوية منا استطاع نصل إليه، ثم في قراءته المتجددة الدائمة في إدراج فكر الشيخ أبو القطان بثوب جديد. بالنسبة لي فعلا هناك عدة أعمال يعني أو ندوات أقيمت للشيخ أبو القطان سواء محلية أو إقليمية أو وطنية، ندوات أو ملتقيات، بداية من ملتقى الذي أقيم للشيخ أبو القطان في عام 1979 من تنظيم جمعية البلاد الرسومية، ثم 83 من جمعية أنغام الحياة بالقرارة، ثم 93 من جمعية أنغام الحياة بالقرارة، و2003 أيضا من جمعية الحياة وجمعية أبي القطان التابعة لعشيرة البلات، ثم أخيرا وقبل ذلك الذكرى 38 أقامت جمعية أبي القطان فرع العاصمة ندوة دامت نصف يوم، ثم توج كل ذلك بملتقى الدولي 2013 في العاصمة. أما القراءة الجديدة تتطلب منا فعلا إعادة إبراز فكر شبه القطان لربطه بالواقع، لأن كثير من القضايا التي عالجها أبي القطان في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات هي نظرة استشرافية ما زالت صالحة في هذا الزمن، نعم، ولهذا لابد أن نعيد قراءة هذه أو ننشر هذه الأفكار بما يتلائم مع العصر واستثمار الأحداث المتتالية
في الوقت الراهن ويعني ايجاد كثير من اقول الحلول او كثير من الامور التي تعين على حل كثير من المعضلات السياسيه والوطنيه والمليه والاجتماعيه الى غير ذلك. في هذه الندوة الخاصة بالذكرى 42 للشيخ أبي يقضان إبراهيم بن عيسى حمدي، وهذا من الإذاعة الوطنية الجزائرية القناة الأولى. أتحول مرة أخرى لحفيد الشيخ الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى أهلا بك. أنتم كحفيد وأكيد عائلة أبي اليقطان عائلة كبيرة من الأبناء والأحفاد، ربي يبارك فيهم جميعا. دعوة للشباب، دعوة كما قلنا مع منذ قليل مع الأستاذ بوحجام، قراءة أخرى، دفعة أخرى، تناول ربما جديد بما يتناسب به هذا العصر، لأنه الفكر هذا ممكن استغلاله، ممكن بناء عليه مرة أخرى في ظل هذا الزمان والقضايا ربما نفسها التي تعيشها الأمة أينما كانت. أولا أظن أن من أهداف العائلة على كل حال أن تقوم بنشر هذا التراث، بنشر هذا التراث خاصة ما هو مخطوط بعد بعد دراسته وتصحيحه. مثل كثير من مؤلفات الشيخ أبي يقضان خاصة بعد مرضه بعد 57 يجب أن التحقيق فيها، المزيد من التحقيق حتى تخرج للعالم على سيستغى مقبولة إلى ذلك. ولهذا هو العمل، هذا هو العمل الذي يجب أن نقوم به، تبدأ به العائلة في هذا العمل، ثم تنشر خاصة الصحافة. صحافته يجب علينا أن نجمعها وأن نصورها وأن كما وقع لجريدة البصائر بشكل عيوني. نعم. كل مؤلفات لكل جرائد الشيخ أبي اليقطان الثمانية يمكن أن جمعها، يمكن جمعها من مصادر مختلفة، مكاتب مكتبات وطنية ولا مكتبات في فرنسا، لأن كل طبعا كل الجرائد يجب أن تمر على الرقابة، ممكن في فرنسا ولا في الجزائر. يجب جمعها وإخراجها لتنشر حتى يعرف الناس الآن. فكان يكتب الوطنيون في السنوات في الثلاثينات وفي الأربعينات، هناك الاستشراف كما كان قال الدكتور محمد مصر، استشراف والتحدي في الأمر. مثلا عندما كبرت المقالة الاعتماد على النفس كتبها في احد الجرائد الشيخ أبي اليقطان، استدعي في الولاية الجزائرية، الولاية في وقت في روسيا، ماذا تقصد من هذه الكلمة؟ وأنتم تعلمون في الوقت ذلك أن يقول الأم الحنون، أن فرنسا الأم الحنون هي التي تعطف عليكم، ماذا تقصد؟ وهو يقصد الاستدعاء عن نفس أن الجزائريين يقومون بمصيرهم حتى لا يكونوا القسم الثاني وأن لا تزال كلاس وكما كما في ذلك الوقت. نعم. حتى يقوم الجزائريون بأنفسهم ويعتمدون على أنفسهم ويتطورون ويتبعون مسالك العلم ومسالك العمل ومسالك الصناعة إلى ذلك، وهذا في السنوات حوالي قبل الحرب العالمية الثانية. نعم. هذا استعمال هذا الطموح والاستشراف ووطنية من صالحة لكل زمان. نعم. نقوم به وإذا سنح الوقت وإذا سنح النشاط إلى ذلك. نعم.
نعم اشكرك جزيل الشكر الاستاذ يحيى حفيظ الشيخ ابي اليقطان. لا شكر على واجب وبارك الله فيكم ولدينا ان شاء الله رغبة كبيرة لنشر هذا التراث ومعرفة الشعب الأفغاني. بارك الله فيك. وكذلك أشكر الشكر الجزيل أستاذ محمد ناصر بوحدام أستاذ بجامعة بتنا على هذه المداخلة وهذه المشاركة الطيبة. ختام هذه الجلسة الطيبة طيبة مآثر الشيخ أبي اليقطان ونعود مرة أخرى للأستاذ بشير. أستاذ بشير أنت يعني كذلك نشيط ولكن مذكرة عن قريب ستقدمها في إطار نشاط ثقافي على المستوى أظن العربي والإسلامي تناولت جانب من اهتمامات كذلك الشيخ أبي اليقطان. على كل إلماما يعني بكل هذه الشخصية ونحاول يعني حاولنا قدر الإمكان الإلمام بكل هذه المآثر وآثار الشيخ واهتماماته وانشغالاته وكذلك انطلاقا من احتكاكهم في إطار الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة بالهودة. هل ترون أن الشباب اليوم يعرفون هذه الشخصية أم مازال فيه جهد كبير للتعريف بها؟ إنه سؤال صعب وجواب سهل. بالنسبة في المجال الإعلامي كل رواد الذين يشتغلون في المجال الإعلامي في الجزائر يعرفون قدرة ومكانة. أنا حبيت أتكلم على عامة الناس. عامة الناس. المجتمع كله. لأنه تقال في منطقة وادي ميزاب هو يعني مؤسس ومكرم ونسعى من خلال جهود مؤسسة الشيخ أبو اليقطان وجمعية التراث. جهود علماء والمسلمين وشهادة كثير من الكتاب والباحثين يريدون أن يخرجوا هذه الشخصية إلى العلن وتعتبر رافد من روافد تعريف بالشخصية الجزائرية على مستوى الدولي. وكما أشرت في مداخلتك جاءتني دعوة في المؤتمر الدولي للغة العربية وكان الموضوع الذي طرحته هو لغة الضاد وأثرها في المجتمع الميزابي الأمازيغي واخترت نخبة من جهابة الفكر الإصلاحي للجزائر وخاصة في منطقة وادي ميزاب ابتداء من الشيخ محمد تخيش قطب الأئمة ومرورا بالشيخ أبي إسحاق إبراهيم وركزت مثلا على الشيخ أبي اليقطان بصفته رائد الصحافة الجزائرية وأثره الإيجابي في العالم العربي والإسلامي من خلال استماتته ودفاعه عن لغة الضاد. وهذه المداخلة بسيطة من جملة الشخصيات الأخرى ولدي أطروحة أخرى يمكن أن تطرحها في المؤتمر القادم يعني السنة القادمة لتخصص شخصية أبو اليقطان ودفاعه عن اللغة العربية في المجتمع الجزائري والعالم العربي الإسلامي القادمة بحول الله. نعم يكفي كما قلنا منذ قليل أنه أسس أول مطبعة بالجزائر باللغة العربية تطبع باللغة العربية وهذا ما شجع ربما أكيد على الحفاظ على لغتنا المجيدة اللغة العربية. على ذكر عمادة الصحافة يعني ثم الصحف المعروفة اللي بدأت ماليش نذكر بها في الأخير وادي ميزاب المغرب النور البستان النبراس الأمة الفرقان. نخليك ليك اختيار في إنهاء هذا البرنامج الخاص أستاذ بشير كلمة تقولها للمستمعين بهذه المناسبة. كلمة الأخيرة أنه المرحوم الشيخ أبو اليقطان سخر جل حياته لخدمة العلم وإبراز مكانة العالم الإسلامي من خلال اللغة العربية ومجابهة المستعمر الفرنسي والعالم المغربي بصفة عامة ليوقظ همم الشباب الجزائري آنذاك. وأصبحت هذه الهمة أصبحت اليوم عبارة عن رافد من روافد بناء الشخصية الجزائرية. وكلمتي للشباب الجزائري أن اللغة العربية والجزائر هو شعار الدائم والدائم الأبدي والذي يعول عليه جمعية علماء المسلمين الإسلام وديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا ونحن ندافعون هذا الشعار إلى أن يكتب الله الرحيل ولكن دائما
ندافع عن اللغة العربية وندافع عن الثوابت التي تركها لنا أسلافنا ورواد الحركة الإصلاحية الشيخ أبو باش الشيخ عبد الحب المديس الشيخ بيوض إلى آخره والشيخ أبو ذكرى. أتمنى هذه الفكرة تكون عامة لدى الجميع المواطنين جميع الناس من أجل الحفاظ على الوطن والإبقاء عليه شامخا دائما. يكفي أنه في من قال ونختم أستاذ بشير أعزائي المستمعين أنه كل جريدة من الجرائد التي أسسها شيخنا الكريم رحمة الله عليه كانت كل جريدة كانت جيش مقاومة بحد ذاتها. نترحم عليه في هذه المناسبة ونثني على الجهود التي يبذلها الأساتذة الكرام المهتمين بالتاريخ الوطني الجزائري، التراث الوطني الجزائري من مخطوط ومكتوب ومآثر اللي أسست لحقبة مجيدة في تاريخنا الوطني الجزائري. شكرا لك في الأخير أستاذ بن عمر بشير بن حمو على حضورك معنا، أنت مدير مؤسسة أبو الهدى. شكرا لحضورك معنا إذن، وشكرا لأساتذتنا الكرام استمعنا إليهم من بقية الأستاذ محمد ناصر بحجار والأستاذ يحيى حفيد الشيخ، وشكرا موصول لكم أعزائنا المستمعين كلكم.